رح أعلمكم اليوم كيف تعملوا صيادية كتير طيبة وكتير هينة وكتير صحية مع العقدة الصفراء. لهالوصفة أنا عادة بجيب يا همور يا فيلي لقوز. اليوم ما في همور، رح جيب اللقوز، رح جيب 2 فيلي. اوكي، مثل ما شفتوا أنا جبت 2 فيلة لقوز، غسلتهم ونظفتهم منيح، ملحتهم شوي وحطيت لهم تقريبا ملعقة زيت مش أكتر، لأنه هيدا الريسبي كتير هينة وكتير صحية، ما بدي لا أقلل سمك ولا زيد زيوت. هلأ رح حطهم بالفرن ماكسيموم 15 دقيقة على 200 درجة، وما بدي نشفه كتير للسمك. بهالوقت رح حضر الرز مع البصل. اوكي، أنا اليوم رح أعمل الصيادية بعقدة صفراء، يعني الرز الأصفر. الصيادية كيف ما كانت طيبة، المهم أهم شي يكون فيها بصل كتير لتعطي الطعم الطيبة. قطعت تقريبا شي 4 بصلات كبار، رفعتهم شوي، وهلا رح اقليهم مع شوية زيت لحتى يدبل. البصل استوى وتركته شوي يشقر، هلا رح زيد عليه مي. انا رح اعمل 2 كبايتين رز، رح زيد 3 كبايات مي تقريبا، ورح زيد هذا البصل قلى وتركته شوي يشقر. السمك خلص، ما تركته كتير ينشف، يعني بس لا يستوي مش اكتر. رح اتركه 5 دقايق على جنب لارجع فقيهم فوق الرز. رح زيد هلا على البصل قبل ما زيد المي ملعقة صغيرة قرفة وملعقتين عقدة صفرة، ورح زيد فيش كيوب. انا بستعمل هيدول الفيش كيوب. هلا في كتير عالم بيكونوا هن عم يشوا السمكة كلها سوا بقلب الفرن، بس يرجعوا يفقوا السمكة فيكن تغلوا الراس والذنب ومن المي تستعملوها لتعملوا الرز. زدت 3 كبايات مي، عم بستعمل لانه 2 كباية رز، عم بحط لهم 3 كبايات مي، وراح انطر لحتى يغلوا لارجع ازيد الرز عليهم. بس غليت المي زدت 2 كباية رز. هلا رح خفف النار واتركهم ينطبخوا على مهلهم. بهالوقت رح فقي السمك وحضر الطحينة حدون والحامض. هيدا السمك فقيته قطع وسط مش كتير صغيرة. هلا الرز هون بلش يستوي ويخلص. قبل ما يخلص على الاخر انا هون نقعد شوية جوز، رح زيدهم عليهم اكيد بلا المي، رح شيلهم من المي ورح زيد شوية زبيب. هلا هيدا الستيب اوبشنال، انا لانه كتير بحب الزبيب مع كل شي فيه رز وبصل، والجوز بيعطيها تكستشر كتير طيبة. زدت تقريبا 1/2 كباية بنص كباية، ورح اخلطهم معهم واتركهم لحتى يستوي الرز على الاخر. هيدا الرز صار جاهز، رح نسكبه هلا. هلا في كتير عم بيسألوني اذا ليش ما زدت ملح مع الرز، لانه الفيش كيوبس فيه اوريدي ملح. هلا انتو اللي فيكم تعملوه انه بس تحطوا الفيش كيوب قبل ما تزيدوا الرز على المي تدوقوها، وحسب انتو ذوقكم بتزيدوا او ما بتزيدوا ملح. وهي الصيادية عم نقدمها يا مع صوصة الطحينة كتير طيبة، أو مع حامض. وصفة سهلة وسريعة وصحية، وألف صحتين.